سيما وسيما سيما وإيمة إيمة 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 وسيما سيما سيما داخلين دنيا داخلين دنيا دنيا اسمها دنيا اسمها دنيا الفن اسمها دنيا اسمها دنيا الفن سي سي سيما سي سي سيما وإيمة دو دو دنيا سيما هي إيمة ولا سيما؟ في فيلم ضحك حقيقي في فيلم بكي في فيلم عفرات في فيلم ملايكي بابا 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 فيلم غنائي كل كلمة حب حلوة قلتها لي فيلم غنائي فيلم غنائي نشنت ناصح فيلم رومانسي ألو من دوا فيلم روائي وين هناد يا خال حب غاب حلو دايما والله زمان زمان والله وده من ايه يوه طقيت في دماغي تا 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 طقيت في دماغي فك فك فكرة يا سينما يا سينما يا صميمة سي سي سيما سي سي سيما وقيمة دو دو دنيا دو دو دنيا سيما سي سي سيما وقيمة دنيا سيما من اول كلمه حدوته يكتب السيناريست ياه ياه لبدايه دوران الكاميرا على وش الارتيست يا للهو هنعيش الرحله بحذف فتكرها دورها وانترها ويلخ يلخ يلخ ويلخ تنسيش عبدو الدرسون وزلات بتاع التليفون كله هينزل على أفشاعة الأفشاعة لا لما انتك فيلم مقاولات ومقاولات والله زمان يا سيما عشان احبابي من رواد فن التمثيل مخرج منتج او مزيكاتي شاعر مطرب او اداباتي مدير تصوير او ديكوراتي نجم سيناريو او حواراتي وهكذا كذا هكذا كذا كذا وهكذا كذا هكذا هكذا لها بصمات في صناعة السيما مين يو مش فاكرة مين عندي مذاكرة مين افتحي يا ماما دنيا انا إيمة 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 بيب بيب يا نبيل بيب بيب يا
يا شجاع يا رهيب. بيب بيب بس بقى وجعت دماغي. ايه ده؟ هو انت مش تتنادي بقى شويه؟ اصلي انت ما عرفتيش لبلب ادى الهنتر القلم السادس. لبلب ايه وهنتر ايه؟ هي دي زفت افراح ولا زفت اقلام؟ بقول لحضرتك ايه؟ ما تيجي انا وانت كده اهو نشم الهوا وننزل نتمشى في الحاره، ده دلوقتي الزفه هتبقى جميله قوي وهتسخن ويمكن انا ارقص. انت تقولي ايه؟ انا انزل هنا؟ عندك حق، خليك عشان انت بتقفلي عليا، وانا هنزل اتفرج على الزفه وارقص. تعالي هنا، تعالي يا بنت هنا يا مجنونه، هتعملي ايه؟ ما تخسريش احداث الافلام. هتجنني البنت دي. يا ولو يا سواد ليلو، بكرة هخلي حواك وتشيل. محمود يا عجيب، شكوكو يا لبيب. يا اختي ايه الكلام المايع ده؟ لب يا لبيب يا لبيب لب، عجبناك مش كده؟ ايه رايك بقى كل الزيطه والهيصه اللي انتوا عاملينها دي عشان واحد ضرب واحد قلم؟ قلم ايه؟ قلم ايه يا ست دنيا؟ دول ستة في عين العدو، أمال أنت فاكرة إيه؟ أنت عايزة لبلب يسيب الراجل المفتري ده يستعرض عضلاته على أهل الحتة ويفتري عليهم؟ لازم يوقفوا عند حده. يا سلام، وملك محمود قوي كده ليه؟ هو كان قريبك ولا حد من عيلتك؟ يا ريت يا ماما دنيا يكون من عيلتي، اصل ما انتش عارفه لبلب ده راجل جدح جدا. ايوه وشهم وابن بلد، عارفه عمل ايه؟ اتربص لعنتر واداله ست اقلام ايه؟ لوز عجب تي طا دم تاش تك دب. ايوه بس يا شاطره لازم تعرفي الفيلم لسه ما انتهاش، والعبرة في النهاية مش في البداية. ما انا عارفة يا ست الكل، ودلوقتي ممكن حضرتك تقولي لي والقلم السابع مش كده؟ وعلى رأي الأستاذ عبد الوارث عصر في الفيلم. أنا راجل ذمتي زي البرلطة، اتفقت لك ويا السيد انه يدفع لك 50 جنيه بصفة تعويض.
50 50 مين صلي على النبي؟ ليه؟ يبقى القلم واقف بكام؟ 8 جنيه 33 قرش و3 مليم. لا يا عمي افتح الله، متكلف عليا اكتر من كده. ما تندفعش، اوزن المساله، دول 50 اهيب. نتفاهم في الفلوس معلش، انما المعاهده يكون اول بند فيها الكنال. ايه؟ كنال؟ ايوه، كنال الحب، كنال الهوى، كنال حارتنا، الكنال اللي بتمشي فيه مش ميه، عسل مصفي، لوزه. وبعدين يا لبلب هتعمل ايه؟ ده القلم السبعاء وباين عليه هيكون جامد. هي البت تستاهل، لازم تكمل يا لبلب. ايوه لازم تكمل يا لبلب، كمل يا لبلب. كملي بيقابليني ده عنتر المره دي هيكون فوق فوق فوق. اه في الجو يعني. تقدري تقولي لي سلبلب بتاعك ده هيوصل له ازاي؟ بقول لحضرتك ايه، انت معانا ولا معاهم؟ ما بس طقت في دماغي، طقت في دماغي، طقت في دماغي. عن اذنك اكسكيوز مي. حصروا المطرات، حصروا المطرات، سدوا الطرقات، سدوا الطرقات، عنتر في الهوا طاير طالع. اوعوا تخلوه، اوعوا تخلوه، اوعوا تخلوه في الجو يطول ويزوغ مال قلم السابع. حد يجيب لبلب في الحال، حد يوصل له مرسال، وافتح يا اذاعه الارسال وعلي للنازل والطالع. حصروا المطرات، حصروا المطرات، سدوا الطرقات، سدوا الطرقات. عشان لبلب خلاص هيتجوز البنت حبيبته اللي اسمها لوزة. لوزة؟ وهي حبيبة لبلب اسمها لوزة؟ ايوه يا ماما، هي في الفيلم اسمها لوزة، وفي الحقيقة هي مطربة صوت جميل قوي وتقطيع مصرية صميمة. تقوليش حرية من الجنة؟ فرفركش فرفركش فرفركشن يوه
الله يعني تمروا في نفس التايم وانشر من غير هاف تايم شطة الله الكارت الكسبان للصحي والكارت الاحمر للنيام خد خد لك مركي مع الكورنيشن قص واسرح مع دوريا السينيميشن كاليميرا بونازيرا كاليسميرا شوفي بختي فر بخيوه بخاف من غير سؤال شن فر فر كش فر فر كش فر فر كشن بتقولوا ايه شطة لا دنيا ولا قيمة يلا بينا ممكن صورة يا ست تحية ممكن رقصة يا ست نعيمة